السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا الآن في منطقة شكرشير، جينا نصور شقة في مجمع متكامل، شقة غرفة وصالة، مساحتها 75 متر مربع، في الدور الثاني. في كل دور 6 شقق، 4 شقق غرفتين وصالة، شقتين غرفة وصالة. دحين الشقة اللي هذه أمامنا غرفة وصالة، مقابلها شقة ثانية غرفة وصالة. في كل بناية زي ما احنا ملاحظين أسانسيرين، أسانسير هنا والأسانسير الثاني هنا اللي هو المصعد. نصور لكم الشقة، نجي نخش هنا على الشقة على الصالة على طول، ما شاء الله زي ما احنا ملاحظين مساحة الصالة مساحتها كبيرة وشرحة ما شاء الله. وعندنا تدفئة مركزية، التدفئة المركزية هذه يخدم الصالة، وفي تدفئة مركزية للشقة ككل. الأرضيات كلها باركيه، المطبخ مفتوح على الصالة، الدواليب راكبة وجاهزة، في مخرج للبلكونة من الصالة. مساحة البلكونة مساحة كبيرة وشرحة ما شاء الله تبارك الله. الزجاج المتحرك اللي هو الجانب بلكون راكب أيضا جاهز، نقدر نفكه ونقدر نسكره. البلكونة لها مخرجين، مخرج من الصالة ومخرج من غرفة النوم. يعني تفصيل الشقة عندنا الصالة وغرفة نوم من هنا ودورة مياه. عندنا هنا غرفة النوم الرئيسية، لها مخرج للبلكونة. عندنا هنا الحمام الخاص بالشقة، مروش وكلوزد ومغسلة ومكان لغسالة الملابس. فتفصيل الشقة عبارة عن صالة وغرفة نوم وحمام مخدم الشقة ككل، ومطبخ مفتوح على الصالة. الشقة لعائلة صغيرة، شقة مضبضبة. في المجمع أشرح لكم إيش اللي متوفر فيه. عندنا مواقف مغلقة، قصدي مواقف مفتوحة، بالإضافة إلى ذلك عندنا بوابة إلكترونية، كاميرات مراقبة، إطلالة على البحر من بين البنايتين زي ما احنا ملاحظين. هذه المواقف، إضافة إلى ذلك إنه الموقع قريب جدا من الميدان وقريب من مول الفورم. المجمع عبارة عن 9 أبراج، احنا في البرج اللي في النص، يعتبر من اكبر البنايات اللي موجوده في المجمع. مجمع راقي، مجمع بيسال، مخدوم بكل الخدمات، سوبر ماركتات والمطاعم، كل شيء قريب من الموقع. اذا حابين تتواصلوا معنا الارقام اللي موجوده اسفل الشاشه تحت الفيديو. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.